الخواصة الطبية لنبات الحرجل هو ملين ومسهل. على فكرة الحتة دي انا هقف قدامها وبعدين نرجع لسلايد تاني. في ناس كتيرة جدا كانوا بيستخدموا نبات السنامكي. كلمة السنامكي يعني سنة مكة، هو جاب كده السنة مكة. وبعض الناس قالوا ان ده اللي قال عليه سيدنا رسول الله بالسنة والسنوت. لا، السيدة عائشة لما وصفت السنة اتضح انه مش السنة مكي، لانها قالت ان هي عشبة خضراء لها رائحة مميزة دائمة الخضرة، وده الحرجل تستخدم في كملين وليس مسهل، يعني هي تلين الامور شوية وليس، وعشان كده من الممكن ان هي ملين ومسهل ده الحرجل. انما السنة مكي دايما استخدامها يعمل مغص، والدساتير العالمية قالت ممنوع إضافة السنة مكي أكثر من 2%. يعني إحنا لما عملنا الأجيولاكس مع الأستاذ الدكتور مصطفى محمود الله يرحمه، وكان عنده مشكلة كبيرة جدا في عملية الإخراج الله يرحمه، وقال يعني يا جماعة، فأنا قلت له أي رأيك أن هنجيب بذور القاطونة، لأن بذور القاطونة بتمص المي، والتنافس بينها وبين جدار القولون تنافس عالي جدا، هي ما تسيبش المي، لو خدتها ما تسيبهاش، فبالتالي بتطري الفضلات. بالإضافة إن إحنا نحط 2% سنامكي بناء على الدساتير العالمية، برضو اللي بياخدها بيحس بشيء من المغص. فالسيدة عائشة كان بتدي السنة والسنوت، والناس ما بيشعرش بمغص، بناء على كده الناس كلها أو كل الكلام بما العلماء كلهم اللي فحصوا هذا الكلام في زاد المعاد اللي هو بتاع ابن القيم، في الجزء اللي كان فيه بيتكلم فيه عن النباتات اللي كان بتوصف، وخاصة أنا قلت قبل كده أن سيدنا رسول الله حط سقفية علمية، ما قالش حاجة تشفي حاجة، عشان في ناس بتطلع تقولك في حاجة اسمها طب نبوي. سيدنا رسول الله دلنا على الخير، عليكم يعني عليكم بالسنة والسنوت فإن فيهما شفاء من كل داء إلا السام اللي هو الموت. طيب عليكم، طيب السنة والسنوت الاتنين بكمية قد ايه، بنسب اي قد ايه، بجرعة قد ايه، لمرض ايه، كل الكلام ده يتطلب شيء من البحوث. بس في ناحية انا قلت فيه حاجة مهمة جدا قبل كده هو لحضراتكم، ان ممكن نبحث ونخش في مبحث من البحوث ونشتغل ونشتغل حاجة كبيرة جدا جدا من البحوث على حيوانات التجارب وتطلع النتيجة سلبية، يبقى انسان بذل 3-4 سنين ضاعت من عمره ويقول لك النتيجه السلبيه. النتيجه السلبيه دي بتقفل الطريق في الحته دي. انما هنا اللي داخل في اي حديث من الاحاديث اللي بتاع سيدنا رسول عليكم دلنا على الخير، لابد انه هيصل الى نتيجه ايجابيه. عشان كده بقول عليكم، يبقى اذا في هذه الحاله حط لنا سقفيه علميه خش وابحث فيها. عشان كده السنه والسنوت احنا لحد دلوقتي عاملين منه 32 دواء في المانيا، 32 دواء في البحوث بقى اللي موجوده، يبقى اذا في خير هنا. الحقيقه في ناس كثيره جدا لما بتيجي تتكلم تقول لك الحرجل، عشان كده احنا لما بنيجي نعمل حاجه للكبد دايما كل الحاجات اللي هي ليفر بروتكشن، يعني اللي بتحمي خلايا الكبد من اي مرض من الامراض، سواء مرض فيروسيه، سواء مثلا واحد عنده ديزونتريا متحوصله بتعمل بايوفيدباك بتؤثر في الكبد وتؤدي الى تليفه، سواء بالهرسيا البيض بتاعها عمال يخرم في الكبد ويعمل بيه بيعمل ايه ليفر فايبروزيس، بيعمل فايبر يعني يعمل الياف. في فرق بين الليفر سيروزيس اللي هو تليف الكبد العادي، وفي فرق بين الليفر فايبروزيس اللي هو بيعمل فيه فايبر يعني يعمل شويه الياف لبديدان بالهرسيا. كل الكلام ده جميع بتاع ده أدوية الكبد عبارة عن مكملات غذائية من النباتات اللي أنا بنتكلم عنها، الحرجل، الأملج، الراويند، الشمر، كل دي تعتبر موجودة. عشان كده الخرشوف اللي عملوا منه السيليمارين أو دواء موجود من الخرشوف، يبقى كده عشان كده كل الحاجات دي دلوقتي تعتبر مكملات غذائية، فود سبلمنت، ويقول لك تفيد في. عشان كده بيقول لك ايه، طالما انه ما اجريتش عليه البحوث والاربع خطوات بتاعت البحوث والحته الاخيره اللي هي بيسموها بلاسيبو او دبل بلايندنج. ايه البلاسيبو او الدبل بلايندنج؟ بنحط كبسول، نجيب المرضى 100 مريض، ندي 50 منهم كبسول
فيه النبات اللي احنا عايزين نديه، وندي الخمسين التاني كبسول فيه نشا. وهي الكلام ده لا الطبيب عارف هو بيدي ايه ولا المريض عارف بيدي ايه، وبعدين نفتح الايه الكي المفتاح بتاع العملية نلقى ده خد نشا وده خد الدواء وده خد نشا وده خد الدواء. احيانا طب بيعملوها كده ليه؟ عشان يشوفوا التأثير النفسي، لان احيانا التأثير النفسي بيبقى مهم جدا. يعني احيانا نجرب في الكلام ده ونلقى النشا جاب نتيجة عن الدواء، لانه التأثير النفسي. عشان كده بيسموها دبل بلايندنج. يعني ايه دبل بلايندنج؟ يعني العمى في الطرفين، يعني لا الطبيب عارف بيدي ايه ولا المريض عارف بيدي ايه، عشان نشيل الحالة النفسية تماما. ده اخر خطوة في الدواء. عشان كده هنا بقى ما بيتجراش البحوث بايه، معروف الفايدة بقى، الفايدة الكبيرة جدا بتاعت الحرجل. عشان كده الحرجل، الاملج، الخرشوف، الراوند، كل الكلام دي خلاص ثبت ان هي ليها علاقة بتحسين وظائف الكبد الى ابعد الحدود. والكبد ده مش حاجة قليلة، ده الكبد ده هو العضو المصدر اللي هو بيحمي كل الكلام، ويكفي انه بيقوم بديتوكسيكيشن اللي هي مضادات السموم. طيب نشوف بعد كده مخفف لالام المعدة والامعاء. الحتة دي الخردل الحرجل ده حدث ولا حرج، يعني اللي عنده غازات، اللي عنده مشكلة في الامعاء. عشان كده بنقول دايما ياخد الحرجل. ليه؟ بسبب ليه؟ هو طعمه امر شوية، فنقول له طب ما تاخد مع الشمر، ما الشمر برضو بيحسن. عشان كده بنقول الشمر، الاملج، الراوند، الحرجل، الاربعة دول في منتهى الاهمية للامعاء، في منتهى الاهمية للهضم، في منتهى الاهمية للكبد. اللي هما هنقول تاني الاملج، عشان كده انا خدتهم ورا بعضيهم. خدت الاملج، بعد الاملج اتكلمت عن الايه، اتكلمت عن الراوند، بعد الراوند دي بتكلم عن ايه، وبعد كده في الاول اتكلمنا عن الشمر، دلوقتي رقم اربعة بتكلم عن الحرجل. كل دي اعشاب مهمة جدا لتحسين وظائف الكبد وبتشيل كلام مخفف.